حاجة لفتت نظري جدا وانتي بتتوجي يعني ملكة جمال، انتي كنتي هادية واثقة وكأنك يا متوقعة وانتي واثقة من خالص. نفسك قوي، يا اما في سلام مع الموضوع يعني زي ما تحصل. يعني انا تمام حساكي كده، كان عندك ثبات انفعالي عظيم. هبتدي من عنده. انا من كتر ما انا ما كنتش مصدقه، انا كنت حاسه اللي هو ماشي انا الله كسبت. بجد ايوه حصل يعني. هو يعني انا كنت بحاول اعمل اللي عليا على قد ما اقدر، وطبعا انا داخله اي بنت داخله مسابقه زي دي حلمها اللي هو تكسب، واللي هو بقى صحابها صحابي واهلي كلهم هتكسبي هتكسبي، بس اللي هو برضو كان في حته كده اللي هو طب ما يمكن ما اكسبش، طب ما يمكن ما يحصلش. اكيد بس لحد انا اخر برضو لحظه يعني. بالظبط، بس انا يعني اصلا هما لما ما نادوش اسمي انا فضلت واقفه باصه في الارض اللي هو خلاص انا مش هكسب. بعدين لما قالوا اسمي اللي هو الله كسبت، فدخلت على طول اللي هو ماشي شكرا. لا مبروك، انت عندك 22 سنه بالظبط. ودي حاجه انا شخصيا لفتت نظري، انه ده سن لطيف وطبيعي ومنطقي. فهمينا بقى الفرق، هو ليه زمان كنا بنسمع انه ملكه الجمال عندها 18 سنه و17 سنه؟ ايه اللي انت شايفاه انسب، السن الانسب ان الواحده تبقى عندها قدرات تمثل بلدها بيها؟ هو طبعا يعني من 20 وانت طالعة الكائن بيكون نضج أكتر، يعني البشر كلهم بيكونوا دماغهم نضجت، دماغهم كملت، فيعرفوا يفكروا أحسن. بس مع ذلك مش معنى كده إن الأصغر مش عاقلين، بالعكس ده هم دلوقتي بيفكروا أحسن مننا كلنا. وعشان كده الدكتور عملت مسابقة خاصة بالتينز اسمها ميس أكو تين، ودي بتكون التينز كلهم من 16 سنة ل 19 سنة. يعني في مسابقة للتينز اختيار برضو ملكة جمال ونفس الألقاب، بالظبط. لكن أيوه في مسابقة للسن من 19 بالظبط كده.